إن شاء الله النهاردة هنبتدي نكمل بقية الكوست accounting 2، وهنبتدي مع chapter 3 اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها activity based costing، أو بنسميها A B C. مبدئيا كده قبل ما نعرف يعني ايه activity based costing او ال ABC ده معناه ايه، سهل قوي الموضوع بس محتاجة شوية تركيز. طيب مبدئيا كده احنا فاكرين مع بعض اي مصنع او اي شركة بتنتج منتجات بتيجي تدفع عليها فلوس، الفلوس دي بنسميها يا اما direct material يا اما direct labor يا اما overhead، ده اللي احنا قلنا قبل كده. يبقى التوتال كوست مصاريف المنتج كله اللي احنا بندفعها هي عبارة عن التلاتة دول ماتيريال وليبر ومانيفاكتشرنج اوفرهيد. طيب احنا جينا صنفنا بقى، بص بقى. جينا ان قلنا اول اتنين دول اللي هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر حاجة اسمها كان بي تريست. يعني ايه الدايركت ماتيريال كان بي تريست؟ ممكن تتتبعها. يعني ايه ممكن تتتبعها؟ ركز بقى معايا. لو انت فاتح مثلا مصنع، المصنع ده بينتج كراسي، طيب كراسي خشب، تقدر تقول لي كل كرسي خد منك خشب قد ايه، خد منك ماتيريال قد ايه؟ يعني انت تقدر تشوف كل كرسي كلفك او خد ماتيريال قد ايه. يعني الماتيريال هنا كان بي تريزد. يعني ايه كان بي تريزد؟ تقدر تتتبعها. يعني ايه تقدر تتتبعها؟ تقدر تعرف الحاجة دي خدت قد ايه. خلاص. طيب العامل اللي بينتج لك الكرسي ده هيقول لك ايه؟ لو انتجت لك 10 كراسي هاخد 100 جنيه، لو انتجت لك 20 كرسي هاخد 200 جنيه، لو انتجت لك 30 كرسي هاخد 300 جنيه. يبقى انت تقدر تعرف الليبر بياخد على كل كرسي قد ايه. سهلة جدا صح؟ يعني تقدر تتتبع كل كرسي كلفك ليبر قد ايه. تقدر. خلاص. طيب يبقى الاتنين دول بنسميهم او بنقول عليهم كان بي تريس. تقدر تعرف كل واحدة من دول، الكرسي ده مثلا خد قد ايه ماتيريال، هيكلفك عمالة قد ايه، وهكذا. طيب لكن بيقول لك بقى هنا الاوفر هيد بصفة عامة هي allocated. يعني ايه allocated؟ بتتوزع. يعني ايه بتتوزع؟ هقول لك مبدئيا كده اصلا يعني ايه اوفر هيد. الاوفر هيد دي يا جماعة هي اي حاجة مش ماتيريال ومش ليبر. زي ايه؟ لو انت مثلا فاتح مصنع بتنتج فيه او بتصنع فيه الكراسي، مش بتدفع عليه ايجار، الايجار ده بنسميه هو مش ماتيريال ولا ليبر، نسميه اوفر هيد. مصاريف الكهرباء، مصاريف الغاز، مصاريف المية، اي حاجة مش ماتيريال ولا ليبر. الديبريشيشن، كل الكلام ده بنسميه ايه؟ اوفر هيد. هسألك سؤال، لو انت جالك فاتورة كهرباء ب100,000 جنيه على المصنع بتاعك، تقدر تقول لي كل كرسي نصيبه قد ايه من الكهرباء؟ صعب جدا، صعب جدا. يعني هتبص في الكرسي كده هتقعد تدور فيه اللي هو تقدر تتتبع بقى الكهرباء فين، مش هتلاقي الكلام ده موجود اصلا في المنتج بتاعك. هي الكهرباء دي بتظهر في المنتج بتاعك؟ لا. فبنقول ان احنا بنيجي نعمل للاوفر هيد بصفة عامة توزيع. يعني ايه توزيع؟ بنشوف والله مثلا احنا انتجنا عدد مثلا ساعات العمال عندنا قد ايه، ونشوف كل الاوفر هيد قد ايه. يعني مثلا لو جينا جمعنا كل الاوفر هيد كانت 100,000، نيجي نقسم ال 100,000 دي على عدد ساعات العمال اللي عندنا مثلا بيشتغلوا 1,000 ساعة، يبقى كل ساعة بكلفنا هكذا. يبقى ده اللي بنسميه ايه؟ allocated، توزيع على كل حاجة. بس المشكلة بقى هنا ايه؟ قال لك هنا بس المشكلة بقى هنا ايه؟ ازاي اوزع الاوفرهيد؟ ازاي اوزع ال100,000 اللي هي الرنت والالكتريسيتي والجاز والكلام من ده، ازاي اوزعه؟ قال لك بص احنا عندنا طريقتين تقدر توزع بيها المصاريف بتاعتك على شغلك. يبقى احنا عندنا كام طريقة؟ قال لك we have two methods، في طريقة simple وطريقة complex. الطريقة simple دي هي unrealistic. يعني ايه unrealistic؟ غير واقعية، بتطلع ارقام هبل
تمام، بس ممكن تستخدمها تمشي حالك يعني. لو انت واحد على قدك، شركتك صغيرة مش بتنتج منتجات كتيرة، ممكن تستخدم الطريقة البسيطة دي. وعندنا طريقة تانية هي كومبلكس بس رياليستيك، واقعية، بتعبر عن الواقع، بتطلع لك أرقام مظبوطة. طيب احنا عايزين نعرف بقى الطريقة السيمبل دي هي ليه سيمبل وليه سميناها سيمبل، والطريقة الكومبلكس دي ليه سميناها كومبلكس. تعال نشوف مبدئيا كده. الطريقة السيمبل دي بنسميها طريقة تراديشنال. طريقة ايه؟ تراديشنال، طريقة تقليدية. يعني ايه طريقة تقليدية؟ طريقة عادية جدا، مش يعني، وطريقة بنستخدمها من سنين فاتت كتيرة قوي. خلاص. الطريقة الكومبلكس دي هي طريقة صعبة شوية، بس طريقة بتساعدني كتير قوي في ان هي تطلع لي ارقام مظبوطة. الطريقة اللي هي الصعبة دي اللي بنسميها بقى ABC، Activity Based Costing. يبقى ايه هي ال ABC؟ هي طريقة اقدر اوزع بيها ال overhead. طب ايه هي ال traditional؟ هي طريقة اقدر اوزع بيها ال overhead برضو. طب تعالى بقى نشوف what is the differences between a traditional و ال ABC. احنا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين حاجة اسمها traditional system وطريقة اسمها ABC system. احنا مبدئيا كده الاتنين بنستخدمهم في ايه؟ الاتنين بنستخدمهم في توزيع allocation of ال overhead، في توزيع الايه؟ ال overhead. قالك بص، تعالى نشوف ال traditional دي. التراديشنال دي سهلة قوي قوي قوي، بتقول لك ايه؟ شوف كل الاوفر هيد اللي عندك كام، واقسمهم على عدد ساعات العمال اللي عندك. شوف بسطتها ازاي؟ قال لك بص، شوف كل الاوفر هيد اللي عندك كام، واقسمها على عدد ساعات العمال اللي عندك، او عدد ساعات اللي بتشتغلها الماشينز عندك. يا ده يا ده، اقسم الاتنين على بعض، هتطلع لك كل ساعة مثلا من العمال بيشتغلوها بتكلفك قد ايه، كل ساعة المكنة اشتغلتها تكلفك قد ايه overhead. خلاص. يبقى بيقول لك هنا ايه؟ allocates ال overhead to products، بتوزع ال overhead لل product بتاعك، للكرسي بتاعك، based on a pre، بتيجي تحسب حاجة اسمها predetermined overhead rate او predetermined rate. قالك بقى بتستخدم زي ايه؟ شوف انت كل الاوفر هيد اللي عندك كام، واقسمه على الليبر يا سيدي او الماشين اورز. يبقى قسمه على الدايركت ليبر او ماشين اورز، سهله قوي، بتقسم الرقمين على بعض. لكن الاكتيفيتي بيزد كوستنج هي طريقه صعبه شويه، طريقه بتيجي تعمل فيها كذا خطوه. قالك بص، الاي بي سي سيستم الوكيتس الاوفر هيد تو ايدنتيفايد اكتيفيتي كوست بول. ايه ده؟ ايه كلمة كوست بول ده؟ تعال نشوف دلوقتي ونرجع للكلام من ده. مبدئيا عايزك تركز معايا بقى في ايه هي الاكتيفيتي وايه هي الكوست بول وايه هي كوست درايفر. مبدئيا كده اي بي سي ميثود هي عبارة عن ايه؟ هي كوستنج سيستم، طريقة بتيجي تحسب بيها تكلفة حاجة اللي هي مثلا الاوفر هيد. That make refining، قالك دي بتعمل حاجة اسمها refining لل company's cost system، بتحسن ال cost system. لو انت كنت بتستخدم الطريقة traditional وجيت استخدمت الطريقة دي هتلاقي في فرق الأحسن. طيب مبدئيا كده كلمة activity يعني ايه؟ قالك بص، كلمة activity هي أي حاجة بتخليك تدفع فلوس. زي ايه؟ زي مثلا ان انت رحت انتجت حاجة. يعني كلمة activity دي ممكن تقول عليها حاجتين، يا اما هي البرودكشن يا اما هي السيلز، عملية الانتاج او عملية البيع. ده بنسميه activity زي ما قلناها قبل كده. activity يعني ايه؟ هي عملية الانتاج او عملية البيع يعني. تمام. طيب يعني ايه بقى cost pool؟ cost pool هي عبارة عن حاجة اسمها set of activities، مجموعة من الأنشطة. يعني ايه مجموعة من الأنشطة؟ قالك الكوست بول هي مجموعة من الأكتيفيتيز اللي فوق دي. طب تعال نفهم كده الاتنين دول مع بعض. لو أنا جيت قلت لك شركة زي مثلا زي مثلا مرسيدس. مرسيدس دي هي مرسيدس
بتنتج عربيات صح؟ الشركة اللي اسمها مرسيدس دي هي أول حاجة عشان تنتج العربيات دي بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تشتري ماتيريال. يبقى أول اكتيفيتي أو أول حاجة اللي هي بتعمله تيجي تعمل حاجة اسمها بتروح لمثلا purchasing department اللي هو قسم المشتريات، تقول له والله يا عم قسم المشتريات هات لي الماتيريال، فيروح الراجل ده يجيب الماتيريال. بعد كده ناخد الماتيريال دي نيجي نعمل لها حاجة اسمها assembling، أو مثلا ايه، لا بدل assembling أول حاجة اسمها machining، نحطها في آلات نطلع منها products تانية، نجمع يعني ايه، نركب لها حاجة، ده بنسميه ايه، machining، ندخلها جوه آلات. بعد ما ندخلها جوه الآلات نيجي نجمعها بقى، نجمعها مع بعض عشان نعمل العربية، يبقى دي بنسميها ايه، assembling. يبقى كل الكلام ده بنسميه، كل حاجة من دول ده بنسميه activity، نشاط، حاجة بنعملها للشركة. ده machining activity، assembling اللي هو التجميع برضو activity. لما نيجي نجمع كل الاكتيفيتي كده مع بعض، تجميع الاكتيفيتيز كده مع بعض بنسميها بول. بول يعني حزمة أو مجموعة، لا مش بنسميها بول، بنسميها كوست بول. يبقى ايه هو الكوست بول؟ هو مجموعة من الأنشطة اللي بتعملها الشركة. خلاص، وجينا قلنا قبل كده ايه هي الكوست درايفر. الكوست درايفر يا شباب قلنا هي عبارة عن، الكوست درايفر قلنا هي الحاجة اللي بتخليك تدفع فلوس، او بنسميها بالعربي محرك التكلفة. ايه هي الكوست درايفر تاني؟ لو انا جيت قلت لك قبل كده على الاكزامبل ده، لو انا جيت قلت لك ان انا والله عندي مصنع، المصنع ده عندي عمال بيشتغلوا بالليل بس، فبيضطروا لما بيشتغلوا بالليل بس بيولعوا النور طول الليل. فجيت بصيت في اخر الشهر على فاتورة الكهرباء لقيتها عالية قوي، لقيتها 100,000 جنيه. فانا عايز اعرف هو ايه اللي خلاني ادفع 100,000 جنيه؟ ايه اللي حركني وخلاني اطلع من جيبي 100,000 جنيه وادفعها للراجل؟ عدد ساعات العمال اللي اشتغلوا بالليل. يبقى ايه اللي خلاني ادفع 100,000 جنيه؟ ايه اللي خلاني ادفع 100,000 جنيه؟ العمال او عدد ساعات العمال. يبقى العمال دول بنسميهم ايه، كوست درايفر، حاجة خلتني ادفع تكلفة. خلاص، طيب تعال نرجع بقى لكلامنا تاني. قالك بقى هي ال activity based costing بتيجي تعتمد على حاجة اسمها pools، لكن هنا مش بنعتمد على pools ولا أي حاجة، مش بنجمع ال activity، احنا بنيجي نقسم رقمين على بعض. طيب قالك the principal differences، الفروق ما بين الاتنين، أو الفرق ما بين حاجة اسمها ABC وحاجة اسمها traditional costing. قالك حاجة، أول حاجة عايزين نفرق ما بينها هي ال ABC بتركز على ايه والتراديشنال كوستنج بتركز على ايه. بص بقى هنا قلت لك ايه، الاي بي سي اسمها اكتيفيتي بيزد كوستنج، اكتيفيتي بتركز على كل نشاط بتعمله الشركه. كلمه نشاط يعني ايه؟ يعني الشركه مثلا بتنتج حاجه، بتبيع حاجه، ده معنى كلمه اكتيفيتي. طيب قال لك هي الاكتيفيتي بيزد كوستنج دي اسمها اكتيفيتي، اول حاجه بتركز عليها الانشطه اللي بتعملها الشركه عشان تنتج المنتج بتاعتها. يعني ايه المنتج بتاعها؟ اللي هو مثلا ايه، زي ما قلت شرحت لك، احنا اول حاجه بنشتري الماتيريال، نجمعها، مش عارف نحطها في ماشينز، كل دي انشطه عشان نقدر نجيب ايه او نبيع المنتج بتاعنا. طيب لكن الترديشنال بتركز على اليونتس اوف برودكشن. ايه اليونتس اوف برودكشن؟ عدد الوحدات اللي انت بتنتجها. يبقى دي بتركز على الانشطه اللي انت من خلالها بتيجي تنتج المنتج، يا كده دي بتركز على عدد المنتجات. طيب هنا بقى بتيجي توزع التكلفة بناء على ايه؟ قالك بص احنا مش بنيجي نوزع التكلفة هنا بناء على حاجة واحدة. يعني بناء على حاجة واحدة، مش انا جيت قلت لك فوق هنا في التراديشنال انت بتيجي تشوف مثلا كل الاوفر هيد قد ايه وبتقسمها على حاجة واحدة بس، يا اما الدايركت ليبر يا اما الماشين اورز، صح؟ يبقى دي بنسميها، بيقول لك هنا احنا بنسجل او بنوزع based on حاجة اسمها single base، بنستخدم حاجة واحدة بس، يا دي يا دي، يا الليبر يا حاجة واحدة، ما ينفعش الاثنين. لكن
في الاكتيفيتي بيزد كوستنج احنا بنستخدم اكتر من درايفر، اكتر من حاجة، يعني ممكن نستخدم الاتنين. هنشوف دلوقتي مع بعض يعني. دي خلصناها، تعالى بقى نشوف. طب احنا كان عندنا طريقة قديمة اللي هي تراديشنال، ايه العيوب اللي فيها؟ لا لا، الطريقة التراديشنال دي مليانة عيوب على فكرة، اللي هي اللي خدناها من شوية. ايه اللي خلانا نعمل طريقة جديدة؟ هقول لك ايه اللي خلانا نعمل حاجة جديدة. مبدئيا كده يا جماعة، احنا الطريقة اللي اسمها ABCD لسه ظاهرة عن قريب يعني. الطريقة اللي اسمها ABCD ما كانتش بنستخدمها، او ما كانتش كان ليها الحاجة زمان ان احنا نستخدم الطريقة اللي اسمها ABCD، او ما كانتش موجودة بمعنى اصح، عشان احنا عندنا اصلا قبل الثورة الصناعية مثلا ما كانش عندنا اصلا ماشينز كتير، ما كانش عندنا تكنولوجيا اصلا، ما كانش عندنا غير عمال. العمال دول هم اللي كانوا بيتشقلبوا، هم اللي بيعملوا كل حاجة في المصنع، هم اللي بيعملوا كل حاجة. لكن اول لما حصل بقى الثورة الصناعية وبدأ الاعتماد بقى على الماشينز والايكويبمنتس والكلام من ده، فهنا بقى ظهرت ان التكلفة بقى ايه، او الطريقة التراديشنال دي فيها بعض العيوب. فجينا قلنا لا، احنا عايزين ندور على طريقة تانية نقدر نوزع بيها الاوفرهيد. فجينا عملنا حاجة اسمها ABC. يبقى الABC دي هي ظهرت بسبب ايه؟ بسبب العيوب اللي كانت في التراديشنال. وظهرت بسبب ايه؟ بسبب التقدم الصناعي، خاصة بعد الثورة الصناعية التانية. طيب قال لك احنا ليه محتاجين طريقة جديدة؟ The need for a new approach. Approach يعني مقصد طريقة. طيب قال لك احنا اول حاجة احتاجنا عشانها طريقة جديدة نقدر نوزع بيها الـ overhead غير الـ traditional، tremendous change in manufacturing and service industry. كلمة tremendous change يعني تقدم هائل، تقدم كبير في عمليات التصنيع. احنا لقينا حصل طفرة مرة واحدة في الثورة الصناعية، فاحنا لقينا ان الـ traditional دي تعبانة. جيت قلت لك قبل كده احنا كنا زمان اعتمادنا كله على العمال، دلوقتي دخل حاجة جديدة مع العمال، الماشينز والإكويبمنتس، يبقى العمال إلى حد ما قلوا في المصانع، مبقاش ليهم لازمة قوي في المصانع، تمام؟ فقال لك السبب التاني decrease in the amount of labor direct labor usage. احنا مش محتاجين عمال قوي، لأن ان احنا استبدلنا بعض العمال بماشينز. طيب وهنا بقى قال لك ايه significant increase in total overhead cost. الحتة دي مهمة، ايه significant increase in the total overhead cost؟ زمان الاوفرهيد كان قليل. يعني ايه الاوفرهيد كان قليل؟ المصاريف اللي احنا كنا بندفعها على الاوفرهيد زي الديبريشيشن. هو اصلا الديبريشيشن ده كان بيحصل لايه؟ كان بيحصل للماشينز او الايكويبمنت. زمان اصلا ما كانش فيه ماشينز ولا ايكويبمنت، فما كانش فيه يعتبر اوفرهيد. الاوفرهيد كان صغير قوي، كان تكلفته صغيرة، تمام؟ لكن او فما كانش فارقه معايا بقى نستخدم الطريقه تراديشنال ما نستخدمهاش، نجيب طريقه من بره، ما فيش، مش محتاجين اي بي سي. لكن دلوقتي اول لما ظهر الماشينز ظهر معاها ديبريشيشن، ودفعنا الماشينز دي بقت بتستخدم كهرباء، فالكهرباء زادت، لكن العمال دول ما كانوش بيستخدموا كهرباء اصلا، تمام؟ فاول قال لك احنا محتاجين بقى طريقه جديده بسبب ان تكلفه الاوفر هيد زادت، زادت بحاجة significant. بس بقى فعاد يقول لك بقى ان احنا عندنا برضو عندنا حاجة اسمها ليك، اللي هي الطريقة اللي هي القديمة دي كانت فيها عيوب. فاحنا جينا اخترعنا طريقة تانية، اللي هي الطريقة، بس الطريقة التانية دي هي complex شوية زي ما جينا شرحناها من شوية. طيب وجينا شرحنا يعني ايه activity و cost pool و cost driver. طيب تعالى بقى نبتدي نشوف حاجة جديدة دلوقتي مع بعض. قال لك بص، عندنا حاجة اسمها امتى تستخدم الـ ABC، امتى تستخدم الـ ABC. انت لو انت شركك احيانا كده على قدك وشركة بتنتج منتج واحد بس، لا ما تستخدمش الـ ABC، انت تعبان. انت ABC دي اصلا لو جيت طبقتها عندك في الشركة هتيجي تدفع فلوس كتير ومش عارف ايه، فابعد عنها. احنا عايزين بقى نعرف امتى نستخدم الـ ABC. قالك بص، الـ ABC is superior costing system. قالك هو الـ ABC ده هيكون افضل حاجة تستخدمها عندما when
لو كان عندك ايه، قال لك product lines، خطوط الانتاج differ greatly in volume and manufacturing complexity. طيب يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بص، لو انت عندك صعوبة في عمليات او عندك خطوط انتاج كتير، يعني ايه خطوط انتاج كتير؟ ان انت بتيجي تنتج اكتر من منتج وبتنتج منتجات بفوليوم كبير، استخدم ال ABC. يعني فوليوم حجم كبير، يعني حجم كمية كبيرة. يبقى لو انت عندك اكتر من منتج وتنتج من المنتجات دي كمية كبيرة، استخدم ال ABC، هتساعدك قوي. وقال لك برضو ايه؟ قال لك ال product lines are numerous diverse and require different degrees of support services. نفس الفكرة تاني بيعيدها لك. لو انت عندك numerous يعني اكتر من خط انتاج، والخطوط الانتاج دي مش شبه بعض، diverse يعني متنوعة، بتنتج حاجات مش شبه بعض، استخدم الطريقة دي. وبرضو بيقول لك هنا في رقم 3، ال overhead cost constitute a significant portion of total cost. لو ال overhead costs، هي ال overhead اللي هي زي الإيجار والمية والكهرباء والكلام من ده، وال depreciation، بتمثل نسبة كبيرة من ال cost كلها، من ال total cost. لو عندك ال overhead كبيرة، مصاريفها كتيرة أو حجمها كبير، استخدم ال ABC. لو قليلة بتدفع 50 20 ألف جنيه، دي تستخدم ABC، خلاص دي ما قليلة. طيب وقال لك the manufacturing process or the number of products has changed significantly. لو انت صحيت الصبح لقيت ربنا كده كرم، ربنا كرمك وبقيت بتبيع كتير، والعمليات عندك بقى زادت والناس كلها عايزة تشتري منك، استخدم الـ ABC. وقال لك هنا ايه؟ قال لك data from the existing system is being ignored or challenged by management. الحته دي هو بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك لو انت مثلا كان عندك سيستم قديم، اللي هو او بتستخدم الطريقه الايه التراديشنال، وانت بتستخدم الطريقه التراديشنال دي، لقيت اصلا في حاجات انت مش بتعرف تحسبها ومش بتعرف توزعها كويس بسبب عيوب الطريقه اللي اسمها تراديشنال كوست، استخدم الاي بي سي. ماشي. طيب هو بقى بيقول لك هنا الليميتيشنز اوف الاي بي سي، ايه عيوب ال ABC، ايه عيوب ال ABC. قال لك ال ABC، خلي بالك، هي كويسة وكل حاجة، بس هي برضو محتاجة ان انت عشان تطبق ال ABC دي، محتاجة اصلا تجيب محاسب، ومحاسب فاهم، وهتدفع له فلوس، ولازم تعمل، وهتدفع فلوس كتير. فبنقول ان الـ ABC هي طريقة الى حد ما مكلفة وصعبة شوية، complex. فبنقول هنا ايه؟ قال لك عيوب الـ ABC: increased costs، هي بتزود لك التكلفة، that accompany multiple activity cost pool and cost driver، هي بتزود التكلفة الى حد ما. خلاص. طيب وبرضو من عيوب الـ ABC حاجة اسمها some arbitrary allocations remain. يعني ايه بقى الكلام ده؟ كلمة arbitrary يعني حاجة تقريبية، حاجة تقريبية. يعني ايه؟ هو مش معنى ان الـ ABC دي طريقة حلوة وطريقة جديدة وطريقة الى حد ما مفيهاش عيوب كتير، ان هي هتطلع لك ارقام مظبوطة. لا، هي ارقام برضو تقريبية. ليه ارقام تقريبية؟ طب ليه ارقام تقريبية؟ مفيش حاجة بتطلع لي ارقام محاسبة في المحاسبة مظبوطة، مفيش خالص. ليه؟ لان المحاسبة يا جماعة مبنية على حاجة اسمها توقع. احنا الاوفر هيد دي احنا مش بنيجي بقول لك ان الاوفر هيد اللي احنا بنتكلم عليها دي برضو استيميشن، دي توقع، انت بتتوقع هتصرف قد ايه. فالمحاسبة بصفة عامة دايما مبنية على التوقعات، دايما مبنية على ايه؟ على التوقعات. طب تعالى بقى نشوف احنا هنيجي نحل ازاي. كان اللي فات كله عبارة عن شوية كلام نظري كده، تعالى بقى نشوف اول مسألة عندنا هنيجي نعمل فيها ايه. طيب تعالى نحل المسألة الاول على الترادشنال، وبعد كده هننساه، سيبك بقى من الترادشنال خالص. بعد كده هنحل على الـ ABC. عندكم فرصة وميزة ان الـ ABC يعني ليها، يعني اي مسألة ABC ممكن نحلها بكذا طريقة، كذا جدول يعني، بس أدام الامتحان MCQ فمش هيفرق معاك أي حاجة، حل باللي أنت عاوزه. أنا هقول لك أبسط طريقة تحل بيها.
عشان ال ABC هي رخمة يعني، فيها جداول كتير، لكن انت بقى اي طريقة وانا اقولك على الطريقة دي تعرف تحل بيها اي مسألة. بس تعال نحل الاول مسألة على تراديشنال. قالك هنا ايه، في شركة اسمها اطلس. اطلس دي هي كامباني بتبرديوس تو برودكت، بتنتج تو برودكتس، واحد اسمه A واحد اسمه B. نفس الاكزامبل اللي موجود في السلايد، بس انا جمعت الايه المعلومات وحطيتها في جدول يعني، عشان المعلومات كانت متفرقة يعني، عشان ده illustration problem. illustration problem بتبقى مسألة كده توضيحية، فمش دي بيجي فيها زي في الامتحان، فانا جمعت لك زي شكل الامتحان كده. طيب اول حاجة A و B، وبتيجي تنتج من A 25,000 units، ودي 5,000، والدايركت ليبر اور 1 اور، وده 1 اور. المهم قالك ايه، قالك ان ال expected ال annual manufacturing overhead cost، ال manufacturing cost 900. قالك allocate ال overhead cost، allocate ال overhead cost using، قالك استخدم لي الطريقة ال traditional، وبعد ما تستخدم لي الطريقة ال traditional calculate، احسب لي ال cost per unit، تكلفة كل يونت انا هنتجها قد ايه. طيب بص، مبدئيا كده عشان تيجي تحسب او تيجي توزع الاوفرهيد باستخدام الطريقه التراديشنال، بتيجي تقسم رقم على رقم وخلصت، تيجي تقسم رقم على رقم، تيجي تشوف حضرتك بتيجي توزع او بتيجي اسمه ايه ده، بتيجي كل الاوفرهيد اللي عندك كام، وتيجي تقسمها على الالوكيشن بيز. ايه الالوكيشن بيز دي؟ الحاجه اللي احنا بنوزع بناء عليها او بنوزع عليها التكلفه. الترديشنال جيت قلت لك احنا بنوزع بناء على ايه، او بنوزع غالبا على ايه، او على ايه، يا اما الليبر اور يا اما الماشين اورز. هنا هنوزع بناء على الماشين، على الليبر اور، عدد ساعات العمال اللي هي دي، اللي هي ال25 وال5000. يبقى كل اللي انت هتعمله في الترديشنال، قال لك بص لو عايز تحفظ القانون ده احفظه، مش عايز بالعقل، انا عايز اوزع الاوفرهيد. الاوفرهيد دي بوزعها ازاي؟ بجيب حاجه اسمها بري ديتيرمين ريت، او ساعات بنسميه اوفرهيد الوكيشن ريت. بنيجي نقسم ايه على ايه، بنيجي نقسم الاستيميتد اوفرهيد على الالوكيشن بيز. ايه هو الاستيميتد اوفرهيد؟ اللي هي 900 اللي هو مديني اصلا في المساله، اللي هي الاوفرهيد ب 900، هنقسمها على الالوكيشن بيز. اللي هو ايه، ايه الالوكيشن بيز؟ هنوزع هنا بناء على ايه، هنا مدي لك ماشينز اورز، لا هنا مدي لك ليبر اورز. يبقى احنا هنستخدم هنا ايه، هنشوف الليبرز كلهم في التو برودكتس اللي احنا بننتجهم اشتغلوا كام ساعة. في ايه اشتغلوا 25,000 ساعة، في بي اشتغلوا 5,000 ساعة، طيب يبقى كلهم مع بعض اشتغلوا كام، 30,000 ساعة. هقسم ال 900 على ال 30، هيطلع ان كل ساعة كلفاني 30 جنيه. اهم من الرقم، اهم من ان انت تحسب الرقم، تعرف معناه ايه. التلاتين دي معناها ايه؟ معناها ان كل ساعة اشتغلها العمال هدفع قصادها 30 دولار. ال30 دولار دول هدفعها ليه؟ بسبب الاوفرهيد اللي هي الايجار والرنت والكلام من ده. يبقى كل ساعة العمال اشتغلها، او كل ساعة العمال اشتغلوها، هتكلفني 30 دولار اوفرهيد. ده معنى الكلام من ده. طيب تعال بقى نشوف، احنا كده خلاص يبقى الترديشنال بنيجي نقسم ال900 او بنقسم الاوفرهيد بصفة عامة على الالوكيشن بيز. طيب ساعات جه هنا ما خلصناش برضو مسألة، قال لك احسب لي الكوست بر يونت، تكلفة اليونت الواحدة قد ايه. عشان نيجي نحسب التكلفة بر يونت لازم نجيب ايه، الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والاوفرهيد. طيب مبدئيا كده هي الدايركت ماتيريال للبرودكت اللي هو اسمه ايه قد ايه. هو قال لك هنا الدايركت ماتيريال هي عبارة عن 30 40، والليبر 12، اهو انا باجي اكتب بقى الكلام ده. يبقى الماتيريال والليبر انا جايبها لي في المساله، يبقى انا فاضل لي ايه، فاضل لي الاوفرهيد. هو الاوفرهيد بحسبه ازاي؟ بص يا سيدي، مش هو قال لك هنا ان ايه محتاج ساعه عشان انتج كل يونت؟ يعني العمال لما بيشتغلوا لي ساعه
بينتجوا لي 1 يونت من ايه، ولما بيشتغلوا ساعة كمان او بيشتغلوا ساعة برضو بينتجوا 1 يونت من بي. يبقى الاوفر هيد احسبها ازاي؟ اه مش انت جيت قلت يا سيدي يا عم الاوفر هيد كل ساعة بتكلفك 30 جنيه، طب هم اشتغلوا ساعة يبقى الاوفر هيد بير يونت قد ايه؟ 30 بس، اللي هي الساعة في ال30 خلاص هيطلع 30 برضه، يبقى ده هيطلع تكلفته 42 82 وده 72 خلاص. اعتقد يعني مش صعبة خالص. تعال بقى نخش على حاجة اصعب شوية اللي هي الاي بي سي. بص يا سيدي، عشان تحل اي، خدها قاعدة عندك كده عشان هتلاقي جداول ربنا ما يعني غريبة كتير قوي. شوف الجدول البسيط ده اعمله في اي مسألة، اي مسألة خلاص بقى، انت مش مطالب باي ستابس يعني بيحددها، اي حد بيحددها تمام. حل باي ستاب، باي خطوة بس تطلع النتيجة صح. اسهل طريقة تقدر تحل بيها اي مسألة اي بي سي هي الطريقة دي. بص يا سيدي، عشان تحل اي مسألة اي بي سي اعمل لي الجدول ده. الجدول ده بيتكون من ايه؟ اول حاجة حط لي الاكتيفيتي، هقول لك ايه الاكتيفيتي، وبعد كده حاجه اسمها كوست بول، وبعد كده كوست درايفر، وبعد كده احسب لي، احسب حاجه اسمها اوفر هيد ريت. الاوفر هيد ريت دي بتحسبها ازاي؟ بتقسم رقم 2 على 3 اللي هو ايه، تقسم الكوست بول على الكوست درايفر، كوست بول على كوست درايفر، كوست بول على كوست درايفر خلاص. طيب يبقى عشان تيجي تحسب الاوفر هيد ريت تيجي تحسب رقم 2 على 3 اللي هو كوست بول على كوست درايفر. طيب تعالى نطبق الكلام ده على المسألة دي وهنيجي نحل شوية. خلاص احنا كده خلصنا التشابتر على فكرة، هنحل المسألة دي وكده خلصنا التشابتر على فكرة، هنحل مسائل بقى يعني بقية الفيديو هو حل مسائل على الاي بي سي عشان تثبت معاك. طيب قال لك اي بي سي باركر كومباني بروديوسز، قال لك في شركة اسمها باركر بروديوسز ماثيماتيكال اند فاينانشال كالكوليترز، بتيجي تنتج منتجين، تنتج نوعين من الآلة الحاسبة، نوع اسمه ماثيماتيكال ونوع اسمه فاينانشال. طيب ومدي لك المعلومات بتاعة انت شايف شايف. بص المسألة تخد لا المسألة ما تخدش ولا حاجة، طول ما انت حاطط الخطوات في دماغك وتطبق الخطوات اللي في دماغك خلاص خلصت. مدي لك المعلومات عن الماثيماتيكال كلها ومعلومات عن الفاينانشال كالكوليترز، وقال لك بص بقى اهم حاجه بقى عندي هنا الايه، الاوفر هيد، ما دي اللي هنوزعها. قال لك التوتال مانيفاكتشرنج اوفر هيد، بص بقى الاوفر هيد هنا بقى قد ايه. الاوفر هيد كوستس ار از فولوز، بكام؟ قال لك الاوفر هيد عباره عن ماشينينج والست اب وانسبكشن، 3 حاجات. على فكره المساله دي ممكن حلها تراديشنال، اه بحلها تراديشنال ازاي؟ بجمع كل الاوفر هيد، اجمع الارقام دي كلها اجيب رقم واحد اللي هو مثلا طلع، مثلا بقول لك طلع مليون مثلا، هقسم المليون دي على الالوكيشن بيز اللي هو مثلا عدد ساعات العمال، اللي هو ايه بقى، ادور على عدد ساعات العمال هنا واجمعهم واقسم عليها. لكن انا عايز احلها ايه؟ عايز احلها اي بي سي خلاص. يبقى هنا هو مديلك الماشين والست اب والانسبكشن، دول التلاتة دول يا جماعة بنسميهم activity، بنسميها ايه؟ activity، نشاط، نشاط بنعمله جوه الشركة عشان ننتج المنتجات. أول حاجة بنيجي نعمل ماشينينج للماتيريال اللي عندنا، بندخلها في آلات، الماتيريال دي ندخلها في آلات دي بنسميها ماشينينج، بعد كده نعملها سيت اب، بعد كده نعملها، بعد ما نيجي نعملها سيت اب نيجي نفحصها نشوفها بايظة ولا لأ، ده بنسميه انسبكشن. طيب قال لك ال3 حاجات دي احنا عايزين نوزع خلاص. قال لك choose a cost driver for each overhead cost pool and calculate the manufacturing overhead cost per unit. compute the manufacturing cost per unit for each product. احسب لي تكلفة كل product هيبقى قد ايه per unit. بس مبدئيا هنا قال لك ايه، اختار لي حاجة اسمها cost driver. ايه هو الكوست درايفر؟ ايه الحاجة اللي تخليني هدفع تكلفة؟ احنا عندنا 3 حاجات، عايزين نعرف ال3 حاجات دول الكوست درايفر بتاعها ايه. قالك الماشينينج كوست، الماشينينج كوست تكلفة الآلات،
ايه اللي هيخليني ادفع تكلفة آلات؟ اكيد عدد، اكيد عدد ساعات اللي اشتغلتها الآلات. يبقى اللي خلاني ادفع ال 375 ألف جنيه على الآلات، ايه هي اللي خلاني ادفع الرقم ده؟ عدد الساعات اللي اشتغلها الآلات دي، صح ولا غلط؟ طب عدد الساعات دي بنسميها ايه؟ ماشين اورز. يبقى الكوست درايفر بتاع الماشينينج كوست هو الماشين اورز. طب مش فاهم قوي، طب تعال نشوف. قالك السيت اب كوست، او بلاش يا عم السيت اب كوست، الانسبكشن كوست. ايه اللي خلاك تدفع حاجة اسمها انسبكشن كوست، تكلفة فحص او تكاليف الفحص؟ انت دفعت تكاليف فحص 1500، 105. طب انت ايه اللي خلاك تدفع 105؟ اكيد عدد ساعات اللي انت عملت فيها فحص للبرودكتس بتاعتك. يبقى ايه اللي خلاك تدفع 105؟ عدد ساعات الانسبكشن. طيب والسيت اب، دايما السيت اب بنيجي نعملها، بنيجي نقيسها، او الكوست درايفر بتاعها حاجة اسمها ران، دورة. يبقى دي الكوست درايفر بتاع السيت اب هو ده. طيب بعد كده قال لك بقى ايه؟ قال لك بص، هنا ما قالكش على فكرة، هنا ما قالكش حلها لي اي بي سي، بس قال لك حاجة تعرف من خلالها ان انت تحلها اي بي سي. اول ما يجي يقول لك كوست بول وكوست درايفر، تفهم كده ان انت هتحلها اي بي سي، عشان الكوست بول والكوست درايفر ده مش بيظهروا في التراديشنال. خلاص، ده احنا التراديشنال نقسم رقمين. طب تعالى بقى نحلها اي بي سي. بص يا عم والله سهله قوي، اعمل الجدول اللي انا قلت لك عليه. اكتيفيتي كوست بول كوست درايفر، اقسم كوست بول على كوست درايفر، هيدي لك حاجه اسمها اوفر هيد ريت. الاكتيفيتيز اللي عندك ثلاثه، ماشينينج وسيت اب وانسبكشن، اكتبهم لي كده تحت الاكتيفيتي. طيب تعرف تقول لي كل واحده من دول كانت بكام؟ سهله، 375 دي الماشينينج احطها عند البول. طيب السيت اب كان بكام؟ 120، حطها عند البول في السيت اب. الانسبكشن كام؟ 100، اهو نرجع للانسبكشن 105، يبقى انسبكشن 105. تعالى بقى نجيب حاجه اسمها الكوست درايفر. انت اوريدي جبتها. الكوست درايفر هي عباره عن ايه اللي انت حددته من شويه؟ مش انت قلت يا سيدي ان الماشينينج كوست تكلفتها، او الكوست درايفر بتاعها الماشينينج اورز؟ احنا بنشتغل على التوتال يا شباب، مش حاجه واحده فيهم، لا توتال. الماشينينج اورز او الماشين اورز 25 هنا و50 هنا، لا انا بشتغل على التوتال، اجمعهم مع بعض 75. يبقى الكوست درايفر هيبقى 75 ماشين اور، لازم تحدد ان هي ماشين اور، بير ماشين اور. طيب السيت اب قلنا اللي هي الرن، الرن هي عباره عن 50 و50، يبقى 50 و50 100، يبقى 100 بير رن. كل رن، كل دورة يعني هتكلفني 100 دورة، يبقى ده الكوست درايفر. طيب الانسبكشن بقى، الانسبكشن هنا عبارة عن 1500، يبقى هقول 1500 بير اور، عشان دي ساعات مش رانز. خلاص، اهو 1500 كده حددت. خلاص انا مش عايز المسألة، ارمي المسألة في الزبالة. خلاص، اقسم بقى كل كوست بول على كل كوست درايفر، اقسم ده على ده، اقسم ده على ده، اقسم ده على ده. ده بنسميه اوفر هيد ريت. فاكرين المره اللي فاتت احنا ما كناش بنفرق الكلام ده في التراديشنال؟ كنا بنيجي نشوف كل الاوفر هيد كوست، اللي هو الارقام دي كلها بنجمعها مره واحده وبنقسمها على حاجه واحده بس، لكننا فصصنا الموضوع شويه. الاي بي سي بنفصص التكلفه شويه. طيب اقسم بقى 375 على 75، هيطلع 5 بير ماشين اور، كل ماشين اور هتكلفني 5 دولار اوفر هيد. طيب 120 على 100 على 100 على 100 دوره هيطلع 1200، كل دوره هتكلفني 1200 جنيه اوفر هيد. الانسبكشن 105 على 1500 ساعة، هيطلع ان كل ساعة انسبكشن، كل ساعة فحص هتكلفني اوفر هيد 70. احنا ما كناش بنطلع الكلام ده في التراديشنال، كنا بنطلع رقم واحد بس، مش بنطلع ارقام بقى كده. طيب يبقى احنا جبنا هنا الاوفر هيد ريت، دي اهم حاجة في المسألة، الاوفر هيد ريت. شايف الارقام دي؟ هي المسألة نفسها. انت لسه ما خلصتش المسألة، احنا تعالى بقى نوزع الكلام ده على البرودكتس اللي عندنا. انت جبت ان كل ساعة ماشين بتكلفك 5. طب احنا عايزين نعرف الماثيماتيكال قد ايه
والفاينانشال هيتكلف قد ايه، اشوف برضو اجي اعمل جدول تاني احدد الماشين والسيت اب والانسبكشن، ادي ماثيماتيكال وادي الفاينانشال. بص يا سيدي، هو جه قال لك هنا، ارجع بقى للمساله نفسها، مش جه قال لك ان الماشينز اور في الماثيماتيكال 25 والفاينانشال 50؟ طب انت عايز تعرف ال 25000 جنيه، ال 25 ساعه دول بتكلفك از توتال قد ايه؟ مش انت جيت حسبت ان كل ساعه الالات بتشتغلها بتدفع عليها اوفر هيد 5؟ طب الماثيماتيكال اشتغلنا عليها 25000 ساعه، يبقى 25000 في 5 هيطلع 125. طب الفاينانشال اشتغلنا كام ساعه؟ 50000 ساعه. طب 50 في 5 250. شوف بقى بنوزع التكلفه. السيت اب، ارجع للسيت اب، الماثيماتيكال خد قد ايه؟ تعال نشوف، الماثيماتيكال خد 50 اهو، وده خد 50 برضو. طب كل سيت اب اصلا بتكلفني قد ايه، او كل ران بتكلفني قد ايه؟ 1200. يبقى اضرب 50 في 1200 و50 في 1200. طب الانسبكشن بقى اشوف الانسبكشن هنا قد ايه، الانسبكشن اورز قد ايه؟ 1000 هنا و500 هي هنا، يبقى هنا 1500 في الكام، في ال70 اللي انت طلعتها. شايف الموضوع سهل ازاي؟ بس تعالى بقى بعد ما كملت الكلام ده، هات لي التوتال اوفر هيد، جمع لي بقى الكلام ده، اجمع ال 125 مع ال 60 مع ال 70، هيطلع لك 225. جمع لي بقى هنا ال 250 مع ال 60 مع ال 300 مع ال 35، هيطلع 345. يبقى الماثيماتيكال كالكوليترز، الالات الحاسبه اللي اسمها ماثيماتيكال، هتدفع عليها اوفر هيد 225000، الفاينانشال هتدفع عليها 345000. طب انا عايز اجيب حاجه اسمها الاوفر هيد كوست بير يونت، عايز احسب، انا جبتها كده توتال، اشوف انا عايز اجيب الاوفر هيد بير يونت، اشوف سهل قوي، مش انت كل الاوفر هيد عباره عن 225؟ ده الماثيماتيكال. طب انت بتنتج قد ايه من الماثيماتيكال؟ تعال نشوف كده، اليونتس بروديوسد من الماثيماتيكال هي عباره عن 50000، وفي الفاينانشال 100. هتيجي تقسم الاتنين على بعض، هتقول والله 25000 او 225000 على 50 هيطلع 5.1، وهنا هقسمها الرقم ده على 100 اللي هو units produced، هيطلع بالرقم ده، يبقى overhead per unit هيطلع بالرقم ده. في رقم 2 قال لك احسب لي التوتال كوست او التوتال manufacturing كوست لكل product او per unit. يعني مبدئيا كده، مبدئيا كده انا عايز احسب، اهو بيقول لك هنا ايه، احسب لي كوست بير يونت. عشان احسب الكوست بير يونت هنا، انا مش مديني هنا بير يونت، لكن هنا مديني توتال. طب اهو بيقول لك ان الماثيماتيكال اذا توتال كده مكلفاك 150000. طب انا عايز اجيب الدايركت ماتيريال بير يونت، اقسم انت انتجت قد ايه، مش انت دافع على كل انتاجك 150000؟ طب انت انتجت كام يونت؟ 50000. يبقى هتيجي تقسم ال 150000 اللي هي الدايركت ماتيريال على، مش فيه يا جماعه معلش دي غلطه مني، على ال 50000، هيطلع الدايركت ماتيريال ب 3، و 300 على ال 300 دي اللي هي ايه، 300 دي اللي هي دايركت ماتيريال كوست. كل الفاينانشال بتكلفني 300 ماتيريال. طب انا بنتج قد ايه اصلا؟ بنتج 100، يبقى اقسم الاثنين على بعض، هيطلع لك برضو دايركت ماتيريال بير يونت ب 3، برضو دي غلطة هقسمها يعني. ماشي، اجيب بقى الدايركت ليبر. الدايركت ليبر يا شباب هي عبارة عن ايه؟ بص اهو، انا عايز اجيب الدايركت ليبر بير يونت. الدايركت ليبر كوست بير يونت، مش هنا مش بدالك بير يونت، هو بيقول لك ان الماثيماتيكال كلها بتكلفني عمال او عمالة 50000. طب انا عايز اجيب كل ساعة او كل كالكوليتر او كل يونت بتكلفني قد ايه، اقسم ده على عدد اليونتس هيطلع بون، اقسم ده على عدد اليونتس هيطلع برضو بون. هنا برضو الفي دي غلط، على في مكانها على. يبقى كل يونت هكلفك ماتيريال قد الليبر قد ايه؟ 3، بلس بقى الاوفر هيد اللي انت لسه حاسبها من شوية اللي هم الارقام دول، احطها هيطلع ان تكلفة الماثيماتيكال 9.1 وده 7.445. موضوع سهل جدا.
تعال نشوف مسألة تانية هنحل خلاص يعني احنا من هنا لحد نهاية الفيديو هنحل المسألة دي كمان وهنحل مسألتين كمان، يعني المسألة دي ومسألتين كمان. قالك ميرتنز كامباني دي مسألة بقى ايه اسمها ايه ام سي كيو عشان تعرف الدنيا بتبقى في الام سي كيو ماشية ازاي، برضو سهلة خالص. قالك ميرتنز كامباني provides the following ABC costing information، مدي لك هنا الاكتيفيتيز ومدي لك هنا ايه اهم حاجه تعرف في المساله فيها ايه. انت بتدور على المساله على الجدول اللي انا قلت لك عليه، اعمل الاكتيفيتي طلع الاكتيفيتيز وطلع الكوست بول وطلع الكوست درايفر واقسم الاثنين على بعض هيدي لك الاوفر هيد ريت. هنا مدي لك الاكتيفيتيز فوق الاكتيفيتيز اكونت انكويري hours account billing lines account verification accounts correspondence letters. المهم دي اكتف، انا قاعد في الامتحان مش فاهم ايه الحاجات دي، مش مهم والله ما مهم، المهم ان دي الاكتيفيتيز بتاعتك خلاص. وجي قال لك هنا ايه بيدي لك بقى الاكتيفيتي كوست درايفر، وهو هنا بيدي لك الكوست درايفر الاورز واللاينز والاكونتس والليترز. طيب والابوف اكتيفيتيز ار يوزد باي، قال لك احنا بنستخدم الاكتيفيتيز اللي فوق دي في ديبارتمنت اسمه ايه وديبارتمنت اسمه بي، ماشي. قال لك ايه محتاج قد كذا وبي محتاج قد كذا، ماشي. هاو ماتش، هو بيسألك في رقم 9 هاو ماتش اوف ذا اكاونت انكوايري كوست ويل بي اساين تو ديبارتمنت ايه. يبقى هو هنا بيقول لك بيسألك على حاجة بيقول لك ايه هياخد كام وبي. المسألة بتاعتك عادي جدا، الجدولين اللي احنا عملناهم. يلا اكتيفيتي كوست بول كوست درايفر، اقسم كوست بول على كوست درايفر، هما 4 خطوات ما بيتغيروش. يلا الاكتيفيتيز، ايه هي الاكتيفيتيز اللي عندك؟ ادور على الاكتيفيتي انا حتى لو مش فاهم مش مشكله، اهو الاكتيفيتيز اهي اللي هي الكوست كوست اكاونت انكويري و في ايه اكاونت انكويري. الله مش ثواني كده بسم الله. account inquiry وال billing lines وال verification والكلام ده، دول اكتيفيتي اكتبهم في الجدول بتاع اللذيذ. بعد كده اجي اكتب الكوست بول، ايه الكوست بول اللي هو برضو هم دول 200 140 75 25، ادي كوست بول. يلا بقى الكوست درايفر اهي، الكوست درايفر هنا بكام؟ 10,000 4 مليون 40 4,000، احطها بس مش هرجع للمسألة تاني بقى، مش هرجع للمسألة تاني خلاص. اقسم كوست بول على كوست درايفر، كوست بول على كوست درايفر اهو هو رقم 2 على رقم 3 200 على 10,000 يطلع 20، 140 على 400,000 هيطلع بالرقم ده، 75 على 40 هيطلع بالرقم ده، 25 على 4,000 هيطلع بالرقم ده. احنا بقى احنا جبنا الارقام اللي احنا هنوزع، لازم نعرف بقى كل ديبارتمنت تكلفته قد ايه، ده لازم نعملها عشان هو بيسألك كل ديبارتمنت تكلفته قد ايه. طيب تعالى بقى نشوف احنا عندنا كام ديبارتمنت A و B. طيب احنا عندنا الاكتيفيتيز هي ايه، نفس الاكتيفيتيز اللي فوق نرصها كده تحت بعض. طيب تعالى بقى نشوف كل ايه خد انكوايري قد ايه وخد بيلينج قد ايه وفيريفيكيشن وليترز قد ايه. طب تعالى نشوف بقى مبدئيا كده، قال لك ايه هو الاورز بتاعه الانكويري 2000. بص يا جماعه هو بيقول لك ان هي دي 2000 وبي 4000 ساعه. طب احنا اصلا حسبنا الانكويري الساعه بتاعته بكام؟ ب 20، يبقى اضرب 20 في العدد الساعات اللي هو ال2000 هيطلع لك 40,000، وهنا اضرب برضو نفس الرقم نفس الرقم، ال20 دي ما بتتغيرش، اللي بتغير بس عدد الساعات، 4000 في 20 هيطلع 80. طيب عايزين البيلينج لاينز، البيلينج لاينز تعال نشوف البيلينج لاينز، هنا 400,000 وهنا 200,000، اخد ال 400 بتاعت ديبارتمنت ايه اضربها في الريت اللي انا جبته، فين الريت اللي انا جبته؟ اهو الرقم ده، يبقى اضرب ال 400 في 0.035 هيطلع لك 14,000. فين ال بيكلفني قد ايه؟ اهو ارجع للمسألة، 200,000 200,000 اضربها في نفس الريت، الريتس دي يا جماعة مش بتتغير، يبقى 200,000
في 0.30 0.035 هيطلع لك 7000. طب الاكونت فيريفيكيشن جبت الرقم ده منين؟ بص الريت ده ما بيتغيرش، بس اللي بيتغير بقى ايه؟ تعال نشوف بقى الاكونت قد ايه. 10000، 10000 اضربها في الرقم ده يبقى هيطلع لي 18750. طيب تعال نشوف بي، 8000، 8000 اضربها في الرقم ده اللي هو فوق ده اللي هو 1.875 ده هيطلع لي 15000. طب اللترز اجيبها ازاي؟ اللترز اهو 1000 و1600، اضرب هنا 1000 في الريت بتاع اللتر هو ده هيطلع لك الرقم ده، 1600 في الريت هيطلع لك الرقم ده. موضوع سهل جدا. بص بقى هو بيسألك على ايه، بيقول لك هنا ايه، how much of the account inquiry cost will be assigned to department A. بيقول لك department A تعال نشوف الانكويري اللي هي هنوزعه عليه قد ايه، اهو ب 40000. يبقى تختار اني اجابة 40000. بيقول لك رقم 10، how much of the account billing account billing cost will be assigned to department B. الاكونت بيلينج البيلينج تعال نبص على البيلينج، ادي البيلينج لاينز وبي هياخد قد ايه؟ 7000. يبقى هنقول له والله هيتوزع على بي 7000. موضوع سهل جدا، هنحل برضو كمان مسألتين كده وخلاص. طيب تعال نشوف بقى يا شباب المسألة دي بتقول ايه كده مع بعض. قالك في شركة has 5 activity cost pool and 2 products، بتنتج عندها 5 activities وبتنتج 2 products، وقال لك it expects to produce، احنا بنتوقع ان احنا هننتج 200000 من اوتوموبيل مش عارف ايه مهم، وهننتج من اليونت من اليونت من البرودكت التاني من البرودكت التاني 80000. ومدي لك المعلومات دي، اهم حاجة بقى المعلومات دي. طيب ركز بقى معايا، هنا مدي لك كان الاكتيفيتيز ومدي لك الكوست درايفر ومدي لك الاوفر هيد او لسه حاجه اسمها انتميتد اوفر هيد والكوست درايفر ومدي لك معلومات عن التو برودكتس. خطواتك ثابته ما تتغيرش، اعمل لي الجدول الاولاني. الجدول الاولاني كان بيتكون من ايه؟ ارص الاكتيفيتي كوست بول، خلي بالك الكوست بول ده هو عباره عن الفلوس اللي هي بتاعه الاوفر هيد. الدرايفر دايما الدرايفر ما بيبقاش دايما الدرايفر ما بيبقاش فلوس، دايما الدرايفر بيبقى اورز بارتس تيستس اوردر، خلاص الدرايفر ده ما بيبقاش فيه فلوس. طيب تعال بقى نشوف الكلام ده. اول حاجه اطلع من هنا الاكتيفيتيز، ادي الاكتيفيتي يا سيدي اكتبها باسمها اهو، اوردرينج ماشين سيت اب ماشينينج اسامبل انسبكشن. يلا هات لي كوست بول، فين الفلوس؟ اهي كوست بول اهي 200000، 600، 200، 180 او 1,800,700، ده الكوست بول. ادي الكوست بول ارسم. يلا الدرايفر فين؟ اهو الدرايفر اهو، ارص الارقام دي 2,500، 1,200، 800 كده. يلا خطوات ثابتة على طول. يلا 1 2 على 3 كوست بول على كوست درايفر، 200000 على 2,500 هيطلع 80 بير اوردر، 600 على 1,200 500، 2 مليون على 800000 هيطلع 2.5 بير اور، 1,800,000 على 3 مليون هيطلع 0.6 بير بورت، و انسبكشن كوست بول على كوست درايفر هيطلع 20 بير تيست. طيب بعد كده طلعت الريتس، اشوف بقى كل برودكت هيتحمل قد ايه. انا عندي كام برودكت؟ 2 برودكتس اهو، عندي برودكت اس وعندي برودكت اتش. البرودكت اللي اسمه اس دي معلوماته اهي، دي معلومات بتاعت البرودكت اللي اسمه اس و اتش. قال لك ان هو بيتحمل او بيحصل فيه اوردرنج 1000 وبيحصل فيه ماشين سيت اب 500 طب احضر الريتس بتاعتي واضربها في الارقام دي. هو الريت بتاع الاوردر بقد ايه؟ اهو 80، اضرب ال 80 في ال 1000 هيطلع ب 80000. يبقى ال 80000 جنيه دي جت منين؟ هي عباره عن ال 1000 جنيه دي
الألف أوردر ده ضربتها في التمانين اللي هو الريت اللي أنا جبته فوق أهو. طيب السيت اب، نخش على السيت اب، 500. الـ 500 الريت بتاع السيت اب كام؟ أهو 500، يبقى أضرب 500 في 500 يطلع 250. طيب التانية 700، يبقى 700 في 500 اللي هو الريت دايما مبيتغيرش 350. طب تعالى نخش على الماشينينج، الماشينينج في اس كام ساعة؟ 300. طب انا جبت الريت بقد ايه؟ ب 2.5، يبقى اقول 300 في 2.5 هيطلع 750، 500 في 2.5 هيطلع 1,250,000. خلاص. طيب اوكي، نخش على الاسامبلينج، الاسامبلينج 1,800,000، الريت بتاع الاسامبلينج كام؟ 0.6، ما بيتغيرش، 0.6 في في 1,800,000 و0.6 في 1,200,000 هيطلع بالأرقام دي أهي، 1,080,000 و720. بعد كده الـ20,000 للتست، 20 بيكلفني 20، يبقى أضرب 20,000 في 20 هيطلع بـ400، 20,000 أو 15 في 20 هيطلع بـ300، وأجمع الكلام ده كله هيطلع إن التوتال أوفرهيد بكذا. هو هنا كان بيسألك بقى تعرف تحسب لي الأوفرهيد بير يونت؟ سهلة جدا، مش انت جبت التوتال اوفر هيد؟ اهي ادي التوتال اوفر هيد، ادي التوتال اوفر هيد، اقسمها على نمبر اوف يونتس. هو قال لك الاولاني اهو نمبر اوف يونتس من البرودكت اللي اسمه اس هتنتج منه 200,000، من البرودكت اللي اسمه اتش 80,000، يبقى تقسم التوتال اوفر هيد على عدد اليونتس اهو، التوتال اوفر هيد اهو على عدد اليونتس اهو، تقسم الاتنين على بعض هيدي لك الاوفر هيد ريت. اعتقد ان الدنيا سهله جدا، يعني على قد ما اقدر خليت لكم الدنيا سهله. ممكن تحلوا بقيت، بس ما تركزوش قوي على البروبلمز على قد ما تركزوا على الام سي كيو. هنزل لكم برضو ام سي كيو ان شاء الله.